الوطني بتالا، جمعية جوج مارس للتنمية الاجتماعية، وسهلا تنظم المهرجان الوطني التراثي 17 في دورته 17 تحت شعار الحضارة النسوية موروث ثقافي وحضاري. خلال 5 أيام ستشهد هذه القاعة فضاءات مجموعة من الفنون التراثية، ولكن الهدف من هذا الشيء كامل هو هذه المدرسة اللي تكون ديال مدرسة اللالة الهاشمية العلوي، مؤسسة فن الحضرة بسالة. وهذا الفن المنهجي، هذا المولود الثقافي جاء من سجل الماسة من التافيلات على يد هذه المرحومة اللالة الهاشمية، وحنا في الجمعية تنحافظوا عليه بهذا بزاف الحوايج. شنو هو؟ تنعلموا الناشئة الصغيرة. وبهذه المناسبة حنا أسسنا مدرسة سميناها على المؤسسة الأولى لللالة الهاشمية. لماذا؟ باش نعلموا الناشئة فنون وأصول التراث والحضرة النسوية بالميزان ديالها وبحقها وعلى قواعد ديالها. وترحبوا وتشكروا القناة ديالكم على هذه التغطية، ومرحبا بكم في رحاب فضاء جمعية جوج مارس التنمية الاجتماعية في هذا العرس الرمضاني وهذه الليالي الرمضانية اللي فيها موسيقى صوفية، فيها فن عساوي، فيها أصول تقنويت، جميع الأصول اللي على راسكم. العاطفي من جمعية جوج مارس للتنمية الاجتماعية والثقافية بسالة، مرحبا بكم اليوم في هذا المهرجان الكبير اللي عرف نجاح كبير كيف ما شفتوا، كان حضور قوي رغم المناخ رغم كل شيء، الناس جاولوا بزاف حيت كيحافظ ولا كيخلد لينا التراث والمورود السلاوي ديالنا. واليوم كان كيتميز بواحد الحاجة اللي هي جديدة، كيف ما شفتوا كانت فرقة صغرى، كانت فرقة كبيرة. احنا كنعرفوا الحضرة السلاوية النسوية كيديروها نساء اللي هما كبار، واللي جات على يد لالة الهاشمية العلوي أول مرة لمدينة سلا. وحنا اليوم كانت فرقة صغيرة ديال هاد السيدة هذه، هاد المرحومة هذه اللي حاولت تعبر على الحب ديالها لهذا الموروث الثقافي. إذا هذا الموروث ما بقاش حكر ولا كيتوارث حتى عند هذه الأجيال هذه. نتمنى أن هذه الحفلة هذه تكون نالت الاستحسان ديالكم، ومرحبا بكم ديما وأبدا. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.